سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم طريقه سهله لتحضير الخبز اليومي. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا زلافه ديال الفينو، سميد ناعم جدا، الفينو راه كلشي كيعرفو، ما يعادل 250 غرام. عندي جوج زلايف ديال الفورص، الفورص رطب العادي ماشي د الحلوه اللي كنعجنو به الخبز، 500 غرام. عندي معلقه ديال الخميره حبيبات، ممكن البنات تستعملوا المعجونه اللي متوفر عندكم استعملوه. عندي معلقه صغيره ديال الملح، والماء دافي بطبيعه الحال لجمع الخليط. هنا البنات غندوزوا للطريقه، غادي نغربلوا الدقيق، ضروري البنات تغربلوا الدقيق. وهذا الخبز البنات راه ساهل، من اليوم ما غاديش تعكزوا عليه ان شاء الله. ما غتحتاجوا لا تدلكوه ولا ديروه في طاسه وتسدوا عليه ولا في كوكوت. انا منين تعلمت هذه الطريقه ما بقيتش كنعكز على الخبز. غربلوا الدقيق ديالكم مزيان باش ينجح معكم الخبز. غربلوا عفوا الدقيق ديالكم مزيان باش ينجح معكم الخبز. وراه في ساعة كيوجد. هذا الفينو تا هو نغربلوه. صافي، من بعد ما غربنا الدقيق ديالنا غادي نضيفو دابا الملحة، وغادي نضيفو معلقه كبيره ديال الخميره. نبعدو الخميره على الملحه كيف كتعرفوا، وغادي نبداو نجمعو الخليط ديالنا. نضيفو البنات الماء بشويه بشويه باش ما تجراش ليكم كتر من القياس وتضطروا تزيدوا الدقيق. العجينه ديال الخبز كتكون مرخوفه شويه، ما وصلاش العجينه ديال البريوش، ولكن خاصها تكون خفيفه باش يجيكم الخبز رطب ما يجيش قاصح. صافي، هنا انا كنجمع في العجينه، كنضيف الماء الدافي بشوي بشوي. صافي، من بعد ما جمعتها البنات كي كتشوفوا راه ما دلكتها ما حتى شي حاجه، غير جمعتها. وخاص يكون القوام ديالها بحال هكا، مرخوفه شويه ماشي كتلصق وني مرخوفه. غادي كنوريكم القوام ديالها كيف خاصو يكون. صافي، دابا غادي نغطيها في نفس الاناء اللي عجنتها فيه، غادي نغطيها غير بواحد الزيف ونخليها ترتاح من 10 دقائق حتى 20 دقيقه على حسب الجو. هنا البنات ارتاحت، خليتها واحد 15 دقيقه ارتاحت العجينه. ها هي انتما كي كتشوفوا دلكات راسها، هي العجينه مدلوكه وكترتق. نحاول نخرج منها الهواء. وغادي نشكل، غادي نخرج منها 4 ديال الكويره، نتوما ديروا على حسب الحجم اللي بغيتو. العجينه ناجحه البنات، غير جربوها وردوا عليا. صافي البنات، انا غنوريكم هاد الطريقه سهله للمبتدئات باش ما دخلش ليهم التكريسه لداخل ويجيو مدقص الخبز. غتكوروه هو الاول بحال هكا بلا ما تستعملوا السميد. هنا عندي في زلافه سميده ماشي الفينو، السميده كتعطي واحد التقرميشه زوينه للخبز. الا ما عندكمش وبغيتوا ديروا الفينو ماشي مشكل، غير السميده احسن. هما كنكورهم كاملين. هاد الطريقه عطيتها للمبتدئات، كوروا العجينه ديالكم هو الاول عاد باش فندوها في السميده كيف غادي كيف كتشوف.
نكورهم كاملين. مازال غنحضر معكم البنات الخبز بالقمح كومبلي. بزاف البنات ما كينجحش معاهم، كيجيهم دقاس ما كيتنفخش. غادي نحضروا معكم طريقه حتى هو ناجحه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. صافي انا البنات من بعد ما كورتهم غادي نخليهم يرتاحوا شويه باش يعطوني الطعف الدقراص ونتلقاو ان شاء الله. ها هما البنات ارتاحوا، خليتهم خمسة ديال الدقائق. دابا غادي نقرصهم. قلت لكم كنقرصهم بالسميده، ممكن لكم تقرصهم باش ما بغيتو. قرصهم البنات رقاق ولا غلاظ على حساب الرغبه ديالكم. انا كنرققهم، كنبغوش ديك البابه اللي كتكون في الداخل. غادي نقرصهم كاملين وغادي نخليهم يرتاحوا غير بيد ما سخنت الفران. الفران خاصو يكون سخون مزيان مزيان باش ينجح معاكم الخبز، خاصو يكون سخون. اما البنات هنا قرصتهم، غادي نغطيهم غير بهذا الزويف ونخليهم يخمروا. هنا البنات من بعد ما طيبتهم هانتوما ما درت فيه لا سكر كيف شفتوا في العجينه حتى شي حاجه، وجا محمر وناجح. قلت لكم انا كان بيه رقيق بحال هكا، نتوما ديروا السمك اللي بغيتوا. جا ناجح ورطب مفشفش. هنا قسمت لكم وحده باش تشوفوها من الداخل. ولا عجبكم الفيديو ديالي يا البنات ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، ديروا لي جيم في الفيديو، تخليوا لي تعليق كيفرحني بزاف، وتشتركوا عندي الى اول مره تشوفوا القناه ديالي، وتفعلوا الجرس.